إرضاء لشغف السياح العاشقين للتاريخ الجيولوجي للمغرب، فاستضع رهن إشارة الباحثين المغاربة وزوار المملكة الأجانب متحفا متخصصا في قلب جامعة سيدي محمد بن عبد الله في الداخل، مستحثات وعظام ديناصورات. روبورتاج سعاد زهتراوي نجيب طاهري. عدة أبحاث ميدانية أنجزت تدور جميعها حول محور التراث الطبيعي والثقافي للمغرب. خلاصة هذه الأبحاث التي تعود لأساتذة جامعيين أصبحت بين أيدي الجميع، وهي معروضة بمتحف علمي رأى النور بمقر جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. بين الأشياء اللي كيمكننا نلقاو كنلقاو مستحثات ذات عمر كتفوت الملايين السنين، 400 500 600 مليون سنه. كاين لي زانديكاسيون على تكوين القشره الارضيه اللي هي بين الاحجار القديمه كاع على الصعيد العالمي، واللي كتوصل 3 الملايير ديال السنين. هاد الثروه المهمه الان حنا في هذا المتحف غادي الهدف ديالنا هو اننا نحافظوا عليها ويكون واحد التحسيس باش نحافظوا عليها من نهب اللي الان هي معرضه له. المتحف هو الاول من نوعه على صعيد الجهه، فتح ابوابه في وجه العموم وحتى السياح المهتمين بالتاريخ الجيولوجي للمغرب. نحن سنقوم بالترويج لهذا المنتوج لانه مهم. اولا يتواجد في مدينه فاس، هناك يعني سياح كثيرين ياتون الى مدينه فاس ويهتمون بالثقافه، اذا هذا يعني اضافه مهمه جدا بالنسبه لما هو ثقافي في المغرب، ولكن في شق الجيولوجي في شق تاريخ الطبيعه. اذا نحن متواجدين ودعونا المهنيين وكذلك هنا لكذلك لمعرفه هذا المتحف. بفضل الأبحاث الميدانية للأساتذة تحكي هذه الجوهرة التاريخية للزوار تاريخ جميع جهات المغرب وتاريخ الحياة بها منذ ملايين السنين.